ميات ماسكه بعضها وميات ماسكه بعضها. يعني هو بقى ايه يعني، كنت بقعد بيني وبين روحي كده افكر، هو ايه ده، هو ليه ما بيديش الفلوس زياده، ده هو معاه، وليه ماسك على 3 جنيه 3 جنيه مش بيزيدوا. كنت بقعد بيني وبين نفسي اقول يعني ده بني ادم مش طبيعي، كان عامل حفصله حديد، فانا كنت عايزه اعرف ايه اللي في الحفصله دي. فرحت فاتحه القفل وقلت ايه، اول ما يمشي هفتش فيها. وصحي الصبح خد بعضه ومشي، فتحتها بقى شفت فيها ايه، لقيت فيها شرايط برشام، لقيت فيها حاجه كده في ورقه ما اعرفش ايه هو. خدتهم رحت بتاع الصيدليه قلت له لو سمحت الشرايط دي بتاع ايه، راح قال لي يا بنتي في ناس بتاخده بدماغهم. قلت له يعني، راح قال لي يعني حاجه زي ما تقولي يعني زي المخدرات. جه بيقول لي انت ايه اللي بيخليك بتاع الحصاله. فابتدى بقى ان هو بقى يضربني بقى، مسكني بقى لف شعري، انا اصلا شعري طويل، فمسك شعري راح لفه على ايده وقعد يضرب فيه، فضل كده لحد ما خلص ضربه خالص. وراح قال لي لو انت جالها بقى قولي لامك وشوفي نعمل فيك يعني فيك ايه بعد كده. الكلام ده طبعا وانا حامل. كان كل ما يعمل لي حاجه كان بينزل من نظري خالص، ما كنتش معتبره راجل. ففي الفتره دي طبعا يعني ما فكرتش في موضوع الطلاق، ان انا كنت لسه حامل. الطلاق ايه اللي انا هفكر فيه، كنت متحمله. امي قالت لي ايه يا نجلاء، هو هيتغير بعد ما يعني بعد ما انت تخلفي. فولدت احمد، الواد اللي عيل احمد ده ما كانش بيرضع مني. ابتدت بقى ان امي تقول لي ايه، هاتي بزازه يا نجلاء ونحط له فيها ميه بالليله يمكن يشرب وربنا يهديه عشان ما يحصلوش حاجه. كنت بضطر ان انا اصحى كل يوم اروح اجيبها من السوق واخد بعضي وارجع. كان ما بينهم ما بين السوق يجي نص ساعه مشي. فدوا 3 جنيه اللي هو بيسيبهم لي كل يوم، هم ال 3 جنيه. وكمان دخل لي منهم ان انا هجيب منهم كل يوم بجنيه بليله لابني. يعني انت بقى كده تاكلي وتشربي طول النهار بالاتنين جنيه وجيب لابنك بليله بالجنيه. فطبعا ايه، مره على مره خلاص بقى كرهت شكله. وكان بيجي يقول لي يعني على الحياه الزوجيه ما بين الواحد والواحده، كنت انا بقول له لا. فيضغط بقى يمسكني يضربني. فطبعا بعد ما بيضربني خلاص بقى يعني مش قادره ادافع عن روحي. كان طبعا بيعمل اللي هو عايزه. وكان في نظري مش بني ادم بقى ولا مش راجل، لا ده خلاص بقى بني ادم حيوان. فقلت لو بيا بيا ده البني ادم ده مش هينفع واتطلق. راح قال لي يا بنتي احنا ما عندناش حد يعني متطلق. وبعدين ايه، هو انت لو اتطلقتي هياخد ابنه. قلت له لا انا مش هعرف اقعد من غير ابني. راح قال لي طب يا بنتي ايه، هتقعدي فين بابنك؟ مفيش حد بيربي ابن حد. معلش يا نجلاء ايه، يعيش عشان خاطر ابنك. كل ماذا وماذا بينزل من نظري. وكنت متضايقه من شكله خالص. متضايقه من امي عشان قالت لي مفيش طلاق، متضايقه من ابويا عشان ابويا قال لي مفيش طلاق. مستدده من كله. خدت احمد وطلعت الصيدليه، رحت للصيدلي قلت له لو سمحت عايزه شريط منوم. خدت الشريط منه وروحت قفلت الباب عليا. وكان ساعتها ايه، اكلت احمد ورحت منيمه. صباح الخير. ورحت ايه واخده الشريط كله فيه 10 ايه برشامات، رحت واخدهم كلهم مره واحده. يعني خدتهم حوالي الساعه 7:30 7:30 ل 5. ما حسيتش باي حاجه. هو بقى جه بالليل معرفش الساعة كام، حسيت إن حد عمال يرج فيا يقول لي أنت واخدة إيه أنت عاملة إيه، بس أنا مش عارفة أتكلم. خدوني ودوني على معهد الصميم اللي في العباسية، فعملوا لي ساعتها غسيل معدة فوق ده تاني يوم بالليل.
ابويا بقى بيقول لي كده يا نجلاء، وامي بتقول لي كده عشان هو راجل اللي عاوز يعيش ولا عاوز يطلعي من الحاجات اللي عليه القايمه والقسيمه. ساعتها بقى كانت ليا جاره فوقيه بتشتغل في المشابك، انا كده كده كنت بحكي لها على جوزي وكده، فقالت لي طب يا نجلاء انا هديكي مشابك تشتغليها في الشقه تحت، تقفليها وتطلعيها لي في قلب الورق بتاعها. اشتغلت معاها في المشابك حوالي سنتين، كانت بتديني على الست دسات يعني 3 جنيه. فايه كنت فضلت شغاله معاها، والفلوس اللي هي كانت بتديها لي كنت بشيلها عندها. عايزه اي حاجه انا يعني كنت بعوز اي حاجه تحت، عايزه طبق بلاستيك او عايزه حصيره كنت بجيب منها للطلب. كنت بشتغل طول النهار في المشابك. المشابك جت في فتره كده ما بقتش تنفع اكتر من كده، هو اتخانق معايا قال انا بعرفش انام عشان الدق، سيبك من المشابك دي. يعني وبعد ما منعك انك انت تشتغلي في المشابك وطردك انت وابنك عملتي ايه يا نجاة؟ وبعدين انا قعدت عند امي، عرفت بقى ان انا حامل، رحت حللت لحد الدكتور قال ان انت حامل. فبعدين ايه عمتي راحت لها، راحت قالت لها ايه اذا نجاة عامله مشاكل مع جوزها خليها تيجي تشتغل عندنا في الحضانة. كنت بروح الحضانة وانا حامل في ابني محمود، وكان احمد كان معايا. اصحى من الساعة 6 البس احمد ابني وامشي، 7 ابقى في الحضانة كده. كان كل اللي يشوفني كده يدي على جوزي، وانا بوطي بمسح وانا بجيب حاجة من برة، وانا قاعدة بدل واحدة زميلتي غايبة يدي على جوزي ويشتم عليه. كنت شغالة في الحضانة كنت باخد 150 جنيه دي عاملة جمعية. كنت بجيب طبعا احمد يعوز اي حاجه كنت بجيب له، كنت داخله جمعيه عشان اجيب له هدوم عيد، جبت له هدوم عيد قبل مولد يعني ما جبتش ليا وجبت له ليه هو، جبت له كاوتش وبروفر وقميص. حتى الناس ما ايه يعني اي قبله تسالني تقول لي انك لا جبت لابنك هدوم عيد ولا اجيب لك ليه، اقول لها لا ده انا جبت له، وجبت له قبل العيد يعني قبل العيد بفتره. فطبعا يعني كنت مستجدعة روحي من جوايا، لان انا ايه ما كنت ساعتها ولا محتاجة لابويا ولا محتاجة لامي ولا محتاجة لجوزي، ولا كنت عايشة في الدنيا كده كأن جوزي ميت. لان انا كنت قاعدة 9 شهور عند امي ما كانش بيجي يبص في وشي وانا لوايا، كنت معتبراه ميت في الدنيا. بعد كده اصطلحتي مع رجب ورجعت الشقة لقيتيها متبهدلة من الرطوبة، عملت ايه؟ الشقة بقى وقعت لي العفش كله، وقعت السرير وقعت الدولاب وقعت التسريحة وقعت العفش كله، المراتب بقت على الارض، الهدوم حطيتها ببوجة، وكل ما اقول له نعدي يقول لي معيش فلوس معيش فلوس معيش فلوس. فابتديت بقى ان انا ايه اخد الفلوس اللي انا كنت محوشاها مع ام علي واعمل جمعيات في الحضانه وابيع الحلق اللي كان معايا عشان اخد شقه. ساعتها دبرت انا كده يعني على انا كنت محوشاها على الجمعيه على الحلق يجي 2000 جنيه فدفعتهم للشقه، ما كانش بيرضى يدفع الايجار خالص. الايجار اتكون عليه 500 جنيه ما كانش بيدفع ايجار 5 شهور. فجيت انا خدت فلوس من الحضانه السلفه ودفعت له 500 جنيه السلفه عشان تسددي بيها ايجار الشقه. شكرا يا ابله. المديره قالت لي انا بقى عشان عارفه ظروفي هسيب لك ال 500 جنيه دول اجيب انا هدوم العيد بتاعه العيال واخبيها واقول يمكن هو يجيب. طبعا هو ما كانش بيجيب، والاقيه تاني يوم او تالت يوم جايب له روحه وجايب الكاوتش وجايب الشاكيت الجد وجايب البنطلون. كنت بجيب الاكل على قد انا وعيالي، ولما كان بيبقى اكل كنت بخبيه عشان هو ما ياكلش منه. كنت بعمل معاه بقى زي ما كان بيعمل معايا. كان يجي ساعتها ايه يبقى عايز اقعد من الشغل وعايز ان انا اديله فلوس. جبت امه بتكلمه. يعني ايه يا راجل؟ يعني هي اللي هتدفع الايجار كل شهر يا حماسه. ازاي يا ابني؟ ده هي اللي بتدفع الجمعيه وبتصرف على الولاد، ده غير قسط التلفزيون. ماليش دعوه، هي تتصرف، وبعدين اطلعي من دماغي. عارف كده؟ الإيجار اتكون عليه 5 شهور تانيين، وكل ما أكلمه يقول لي ما معيش. المهم فضل الإيجار يتكون عليه كده لحد ما بقوا 2000 جنيه مقفولين. فالولية قالت لي يا نجلاء خدي حاجتك وامشي لحسن الله، لو عملت قضية طرد مش هتطيقي العفش اللي أنت بتسدي في قصته ده. قعدت في بيت أبويا 8 شهور. أبويا قالها لي في وشي، قال لي يا بنتي محدش بيربي عيال حد، أنا استحملك أنت بنتي لكن ما استحملش عياله. بعدين بقى له 8 شهور ما جاش بس في وشهم. أنا قلت له أنا مش محتاجة منك حاجة، أنا ما باخدش منك حاجة أصرفها على العيال. فحل كفايه ان هم قاعدين هنا بايتين هنا واكلين شاربين هنا. فقلت لهم لا انا مش هينفع ان انا اقعد عندك اكتر من كده، كده كده بيا بشتاق العيال، كده كده ما بعرفش انام عيالي.